حيم، اهلا وسهلا بكم في اللايف السابع في سلاسل بول التبول اللا اراضي للاطفال. الموضوع ده في غاية الاهمية، نسبته 25% من الاطفال اللي معديين 3 سنين، تبقى النسبة اقل شوية في البنات. السن عند 5 سنين بتبقى حوالي 15-20%، سن عند 7 سنين بيبقى النسبة 10%، عند البالغين والكبار النسبة بتبقى يعني لغاية 1%، فدي نسبة برضو معتبرة، يعني الموضوع بيستمر. ليه تعريف طبي عشان نقول ان عنده سلس بول؟ لازم يحدث للطفل على مدار 3 أشهر متتالية بعد سن 3 سنين، ولازم يحصل في ال3 أشهر المتتالية دي مرتين في الأسبوع أو أكتر، و ده بيتقال عليه سلس بول. سلس البول نوعين، في نوع أولي. يعني إيه أولي؟ يعني الطفل من ساعة لما ابتدى من سن 3 سنين وطالع ما تحكمش في البول، هو عدم تحكم من أول لما ابتدى. الثانوي ده بيبقى فيه فترة تحكم في البول فترة، وبعدين ايه بيفقد التحكم في البول. هنا في حاجة بقى، الحاجات اللي انا كنا بنشرحها لكم في اللايف اللي فات، في اللايفات اللي قبل كده، بتبقى مفيدة، لان الطفل بعد سن 3 سنين بيحصل يعني اكتمال لنمو المثانة ومجرى البول، العضلة الخارجية، الصمام بتاع العضلة الخارجية بيبتدي يقوى. دي حاجة. الحاجة التانية ان الوصلة ما بين الاعصاب بتاعت المثانة ومجرى البول والضغوط اللي فيها، وما بين بيبقى في مركز في النخاع الشوكي في العمود الفقري تحت، وفي مركز فوق بيبقى في جذع المخ، بيبقى بنسميها بيبقى موجود في الجسر اللي بيبقى رابط ما بين يعني المظلة أوبلونجاتا اللي هو يعني النخاع المستطيل، وما بين الثلمس أو المهاد، هو اللي بيبقى رابط ما بينهم. ده المركز ده بيحس إن المثانة اتملت بول، وبيبتدي يدي انعكاس بحيث يسمح للمراكز اللي موجودة في النخاع الشوكي تحت زي ما شرحنا لكم تحت ان هي تنقبض. لكن بيبقى الطفل بقى لما يعدي سن 3 سنين بتبقى المراكز العليا حصل فيها الاعصاب اكتملت، فبيبقى المراكز العليا اللي في المخ بتبتدي لو شافت الظروف غير مواتية بتدي انقباضات احنا قلنا الصمام الخارجي لمجرى البول، بحيث ان هي تمنع انقباضات المثانة وتزود انقباضات مجرى البول، وبالتالي التحكم في البول يحصل. فده اللي بيحصل في التحكم في يعني في عملية التحكم وسلس البول بالنسبة للأطفال. سلس البول الأولي ده بيبقى يهمنا جدا اننا بنعود المثانة على او نعود الطفل على التبول في فترات منتظمة، ودي لها كلام في اللايف اللي جاي واللي بعده ان شاء الله، ودي حاجة يعني السيدات المصريات شطار جدا فيها للامانة، يعني عن اي ست يعني حتى تانية الواحد عاصرها واحتك بيها، يعني بيعرفوا ينجحوا في ان هما بياخدوا بايد الطفل ان هو يتحكم. اما سلس البول الثانوي فدي في قائمة طويلة من حاجات وراثية، بيبقى بنسبة معتبرة 30% حوالي بيبقى في استعداد وراثي للحاجات اللي زي دي، ودي بتبقى نسبتها 15% اللي هو الثانوي ده، وبيبقى في اسباب امراض، في اسباب نفسية، في اسباب امراض زي الضغط، زي السكر، زي السكر الكاذب اللي هو دايابيتس انسيبيدس اللي هو بيبقى فيه يعني فرط كمية البول كمية كبيرة، وبيبقى سبب في المراكز العليا في المخ، عيب من في الغدة في المراكز المخ الفوق في الغدة
النخامية الخلفية يعني، بيبقى ده خلل بيبقى موجود فيها، وبيبقى فيه أسباب عصبية سواء في الحبل في العمود الفقري أو في المراكز العليا اللي في جذع المخ أو في المراكز العليا اللي في المخ فوق، وفي أسباب دوائية، في أسباب واخدين بال سيادتكم أخرى يعني زي أمراض الدم، زي تكسر الدم، زي الثلاثيميا مثلا أو السيكل سيل أنيميا بيحصل فيه هذا الكلام. وبعدين في مشاكل في النوم، يعني الطفل لما بينام بيبقى نومه تقيل فبيحصل سلس البول ده. هنا بقى في نقطة أحب أقولها لكم بوضوح، إن ليس خطأ الطفل حتى يعني ده النوع الأولي ليس سلس، لأن ليه أسباب. حتى النوع الأولي اللي إحنا بنقول ملوش أسباب، لأ ليه أسباب. الأسباب يعني إن الطفل جاله أخ أو أخت، الأسباب غير مكان نومه، الأسباب بدأ يخش الحضانة، الأسباب بدأت الأسرة بدأ يبقى يحصل خلافات زوجية بين الأب والأم، وبتزداد يعني الموضوع ده بيزداد تأثير جدا يا شباب لو موضوع سلس البول ده بقى مثار عتاب ما بين الزوج والزوجة. الزوج يهتم الزوج يعني يتهم الزوجة، والزوجة تتهم الزوج بكده، فالطفل الموضوع ده بيزيد وبيتفاقم بصراحة. فنخلي بالنا الكلام ده، فالطفل بيبقى عايز جو من الهدوء وجو من الثبات الأسري اللي بيبقى موجود علشان يقدر يتحكم في الحاجات اللي زي دي. وهنكمل اللايفات اللي بعد كده ازاي الموضوع ده اللي نسبته زي ما تقول بتأثر في ربع الأطفال وبتأثر حتى في 1% البالغين، ازاي يعني نعمل له الوقاية، ازاي أعراضه، ازاي نعرف أسبابه، وازاي نعالجه. ونلتقي وفي انتظار أسئلتكم عن الموضوع ده، لأن الموضوع ده هام جدا، هو أو أي حاجة تخص سلس البول بصفة عامة أو سلس البول الليلي في الأطفال. والسلام عليكم.